بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. زملائي الوزراء الحاضرين جميعا، سعدتم بالخير صباحا. الحضور، أنا سعيد جدا أن أكون اليوم بينكم في تدشين العمل لمشروع محطة الطاقة الشمسية في العاصمة عدن، والمقدم من أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مصدر، والذي يعد أحد أهم المشروعات أو المشاريع الاستراتيجية للطاقة المتجددة في اليمن، والذي كذلك يشكل التزام مهم وكبير بحماية البيئة وبمخرجات مؤتمرات حماية البيئة الأخيرة، وخاصة المنعقد في دبي، مؤشر على التزام حثيث وواضح من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تأكيد وتعزيز لثقافة الطاقة المتجددة في اليمن. كنا في المخا، واليوم في عدن، هذه العاصمة، هذه المدينة التي تستحق الكثير من المشاريع الاستراتيجية المماثلة. هذا المشروع طبعا يعني بطاقته التصميمية سيوفر طاقة تصل إلى 120 ميجاوات، قابلة للتوسع والتطوير حسب ما شاهدنا في العرض التوضيحي للبرنامج. والأهم من هذا المشروع الذي يشكل فاتحة مهمة هو الدروس المتعلمة من إنشاء هذا المشروع، قصة النجاح التي يعني شاهدناها والتي استمعت إليها في زيارتي السابقة لهذا المشروع، الإرادة الكبيرة الذي كانت خلف هذا المشروع، الجهود الوطنية الكبيرة الذي لولاها لما تحقق هذا المشروع، والذي نحتفل به اليوم في عدن، وبإذن الله غدا في شبوة وفي حضرموت وفي المهرة وفي غيرها من محافظات الجمهورية اليمنية. ونحن نفتتح هذا المشروع أفتخر بشكل كبير جدا بالكوادر الوطنية التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، الخبرة التي اكتسبوها بالعمل إلى جانب مستشارين دوليين. وبهذا الصدد أقدم جزيل التقدير للشركة المنفذة الاستشاري والشركة الاستشارية للخبرات اليمنية التي بإذن الله ستكون مدماك لغيرها من المشاريع. لولا الدعم السياسي الكبير لهذا المشروع ممثل بمجلس القيادة الرئاسي، فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي وأخوانه أعضاء المجلس، وبالأخص اللواء عيدروس الزبيدي والقائد أبو زرع المحرمي، الذين كان لهم بصورة استثنائية دعم خاص لهذا المشروع. كما انتهز في هذه الفرصة بشكل واضح أن أشكر هذا الدعم السخي لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المشروع. أشكر الجهد الخاص والمميز لزميلي وأخي وزير الكهرباء مانع بن يمين، ولكادر وزارة الكهرباء وطاقمه ومؤسساته بكل العاملين فيه، كذلك السلطة المحلية في عدن، وأخي معالي وزير الدولة أحمد حامد الملس الذي بجهوده كذلك استطعنا أن نرى هذا المشروع وهذه الجهود. هذا المشروع كما قلت هو نموذج لشراكات قادمة، يجب أن يعني تتحول الكهرباء من عبء إلى خدمة تقدم المواطنين، وإلى كذلك فرصة استثمارية. لذلك العمل بشكل حثيث لخلق وتنويع الشراكات وإدخال القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وجعله جاذب للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على تطوير شبكات ووحدات التوليد والتوزيع، وكذلك تحسين التحصيل في هذا القطاع وإحداث إصلاحات حقيقية في هذا القطاع. أنا أعتقد بأنه هذا سيشكل انفراجة حقيقية. يجب أن نغادر هذا الهم أو هذه الأزمة المستمرة للكهرباء. الجمهورية اليمنية، المحافظات المحررة، هذه المدينة، هذه العاصمة عدن تستحق مزيد من الخدمات، وتستحق طاقة لا توفر فقط احتياجات المواطنين، ولكن توفر احتياجات التنمية.
وتوسعة هذا القطاع مسألة في غاية من الأهمية. أشدد وأكرر مرة ثانية بأن لا يمكن لنا أن ننهض بقطاع الكهرباء وننهض ببقية الخدمات دون رؤية استراتيجية واضحة تغادر الحلول الترقيعية إلى الحلول الجذرية، تغادر المسكنات إلى معالجة أسباب المشكلة. لا يمكن أن يتم هذا الأمر دون رؤية حقيقية حوكمة رشيدة تلتزم بالشفافية والمساءلة في كافة عمليات إنتاج وتوليد وتوزيع وتحصيل الكهرباء، وهو ما نحن عازمين عليه في الحكومة. أؤكد مرة ثانية حرصنا في الحكومة وحرص حكومة الكفاءات الوطنية منذ البدء على تخفيف كافة الأعباء التي يتحملها المواطن، وبإذن الله ما نشهده اليوم هو بداية لرحلة إن شاء الله ستستمر بإذن الله القادم أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.